بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، نعيش سويا هذه اللحظات في أنواره الشريفة ومقاماته المنيفة. وصلنا في سرد سيرته نتبارك بها إلى السنة الخامسة من الهجرة، وذلك أننا ذكرنا أن الدعوة في مكة ظلت نحو 13 سنة، وهي مقسمة على 3 أنحاء: 3 سرية وفيها فتر الوحي، و7 جهرية، و3 في النهاية أيضا، فهي على 3 أنحاء. وبذلك وصلنا إلى الجهر الذي حدث بإسلام حمزة وبإسلام عمر، وكلما عرف المشركون أن هذا الأمر الذي جاء به رسول الله على جهة الجد خافوا، فازدادت مقاومتهم، فازداد عذابهم للمؤمنين. كانوا الأول يترصدون ضعفاء الخلق: بلال وعمار وسمية وياسر ونحو هؤلاء الذين كانوا تحت الرق، لكنهم انتقلوا إلى أذية الناس من الوسطاء ومن الوجهاء، واشتد الحال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه له من الوحي يعلم أن هناك ملكا غير مسلم، لكنه كان ملكا عادلا بالحبشة، وكان اسمه أصحمة، وملك الحبشة يسمى بالنجاشي، وملك اليمن يسمى تبع، وملك مصر يسمى فرعون، وملك الهند يسمى قيل وجمعه أقيال. فهذه أسماء: النجاشي وتبع وفرعون وقيل، أسماء ملوك ولا أسماء الوظيفة وليس أسماء الشخص. فرعون هذا اللي هو ملك مصر وليس اسمه فرعون. فكان النجاشي وقد أسلم بعد ذلك رحمه الله تعالى، كان رجلا عاقلا، عرف أن العدل أساس الملك، وعرف أن هذه ليست من الحكم التي تلوكها الألسنة، بل هي من السنن الكونية التي خلقها الله في هذا الكون، فلا ملك يدوم إلا بالعدل، فإذا اختل ميزان العدل اختل ميزان الملك، وهذا أمر الله في خلقه، وليس مثالا ولا موعظة ولا شيء يخالف الواقع أو شيء يراد للناس أن تتبعه حتى يعني يسعدوا في الدنيا والآخرة. لا، هذا مثل جاذبية حقيقة، ومثل أن الشمس مشرقة وأن النار محرقة، سنن كونية. إذن هذه السنن إذا نساها الناس، وأن العدل هو أساس الملك، اختل ميزان المعاش والارتياش، يقولون هكذا في كتب الأقدمين، اختل ميزان المعاش والارتياش. ميزان المعاش اللي هو الأمن، والارتياش اللي هو الاقتصاد. الارتياش يعني تبقى مريش، يبقى معاك فلوس، والمعاش انك تعيش امنا في سربك، عندك قوت يومك، برضو الايه؟ الامن والاقتصاد. فاذا اختل العدل سقط الملك، واذا سقط الملك يبقى سقط المعاش والارتياش. قال لهم: اذهبوا إلى الحبشة
سنة 4 بقى يعني نزلت سورة الكهف، وفيها إشارة إلى الهجرة، حيث إن أصحاب الكهف هاجروا من أمام الطغيان والبغي والعدوان، ففيها إشارة إلى أن السابقين تخلصوا من مشكلاتهم بالهجرة. فنصحهم بالهجرة إلى أين؟ إلى بلاد العدل. طب ومصر؟ مصر تحت حكم قهري، حكم الرومان الظلم، كان الرومان يظلمون أنفسهم، فمش هيظلموا الناس، كانوا بيظلموا أنفسهم، كانوا لما يدخلوا حرب يسلسلوا الجنود بتعودهم ولادهم يسلسلوهم لحسن يهربوا. طب احارب ازاي وانا مسلسل؟ الله، ده عبط. يروحوا فارس، يروحوا عند المشركين، يروحوا اليمن، لا، يروحوا مكان ما يكون العدل. فقال لهم اذهبوا الى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. يبقى ده رجل واعي وفاهم كيف يملك، لا يظلم عنده أحد، يبقى مقياس العدل هو مقياس ملكه. فذهبوا إليه، ذهب 12 واحد، وكان القائد بتاعهم سيدنا عثمان ابن عفان. سيدنا عثمان من الوجهاء، مش من العبيد، من الأغنياء، مش من الفقراء، من أصحاب اليد العليا في قريش. يهاجر ليه؟ ما هم بدأوا يؤذوه. وكان حينئذ قد تزوج بالسيدة الفاضلة السيدة رقية بنت سيدنا صلى الله عليه وسلم، عليها السلام. فهاجرت مع زوجها، أولاد الأصول كده، معاها على الحلوة والمر، أولاد الأصول. فسافرت معه، في 12 شخص راح، كان 3 ستات و8 رجالة، معلش ما يجراش حاجة. في رجب من السنة 5 في شهر رجب، شهر رجب ده اللي هو موافق ايه؟ اللي هو موافق شهر 7، وبعدين شعبان هيجي لك 8، رمضان 9، شوال 10. احفظ الكلام، 7 8 9 10، وهنختم ب11 و12 القعدة والحج، معلش. فانا سافرنا امتى؟ سافرنا في رجب. جيريو كان فيه مينا، كانت جدة لسه ما اتعملتش، اللي هي بيسموها جدة، جدة يعني ساحل البحر، جدة البحر أي ساحله، والساحل بتاع البحر كده يسموه في العربي سيف، زي سيف كده بس اكسرها سيف، ويسموه جدة، واخد بالك؟ جدة لسه ما نشأتش، ما كانتش موجود. على بعد 60 كيلو كده جنوبا كان في حاجة اسمها الشعيبية، والشعيبية من عندها ركبوا مركبين ربنا رزقهم بيه، جايين فايتين شاوروا لهم وخدوهم معاه في المركبين. رايحين فين يا أولاد؟ قالوا لهم احنا رايحين الحبش. الله، ده توفيق إله. أيوه، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طيب جميل، ركبوا المركبين، كان وراهم قريش. اجروا، ده في 12 واحد سمعنا من الأخبار بتاعتنا والمباحث والمخابرات وكذا انهم رايحين الحبشة، اجروا عشان تقبضوا عليهم بدل ما يروحوا ويعملوا لنا مشاكل،
جريوا وراهم ما حصلوهمش. الله، ده زي سيدنا موسى لما ربنا نجاه هو وقومه من آل فرعون وشقلهم البحر، موضوع جاب لهم برضو الايه المراكب على قده. وبعد الفاصل نكمل هذه الحكاية الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ركب الصحابة الكرام 12 واحد رجالة وستات وذهبوا إلى الحبشة في سفينتين تجاريتين ربنا رزقهم بها. نزلوا الحبشة وذهبوا إلى الملك علشان يسلموا عليه ويقولون إن احنا هنا في بلادك. وصلوا المسافة دي حاجة بتاع 3-4 أيام كانوا هناك. يعني كانوا هناك فين؟ في رجب. كانوا هناك في رجب. قعدوا لهم بتاع ما فيش 40-50 يوم كده، وحدثت حادثة حوالين الكعبة. الحادثة دي شاعت في العرب زي النار في الهشيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الكعبة وتلا على المشركين سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقعد إيه كمل السورة كده. ولما جه عند موطن فيها راح ساجد، فراحوا ساجدين معاه، ما قدروش يتمالكوا أنفسهم، بقوا يبصوا له كده وهو بيقرأ ومش مفكرين في حاجة تانية إلا أنهم يسمعوا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والحكاية كلها بيد ربنا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسجدوا، سجد النبي، حصل لهم حال كده وراحوا ساجدين معاه. لما سجدوا معه صلى الله عليه وسلم، الخباصين بتوع العرب اللي جايين كده راحوا قالوا قريش أسلمت، قريش أسلمت. هي حال حصل للمشركين، حال حدث للمشركين. المشركين وقعوا في حيص بيص لأنهم ما أسلموش، ده هم حصل لهم حال واستلذوا. فلما لقوا سيدنا سجد ما قدروش يمنعوا نفسهم، راحوا ساجدين. وكانوا هم بيسجدوا برضو للأصنام، فالسجود مش غريب عليهم، لكن لما حصل كده راحوا ساجدين مع سيدنا رسول الله. طب وبعدين في الورطة دي احنا ما اسلمناش، والعرب عرفت لغاية الخبر ما وصل للحبشة. الخبر وصل للحبش أن قريشا قد أسلمت، فهلل المسلمون هناك ال 12 واحد، كبروا وهللوا وفرحوا إنه إزاي دول أسلموا. ما أرسلوش بقى مرسال للنبي يقولوا له نرجع ما نرجعش، لا، فرحوا فرح شديد قوي وراحوا راكبين المراكب وراجعين. المهم الحاصل، الجماعة المشركون دول لما اتغاظوا وعايزين يعملوا إشاعات مضادة قالوا لا، ده هو محمد قال حاجة كده احنا سمعناها، مش انت سمعتها برضو؟ يقولوا انا متهيألي سمعتها برضو. وراحوا مؤلفين قصة اسمها الغرانيق، قصة الغرانيق، تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتاجى. قال بيوصف أصنامهم، فهو لما مدح أصنامنا إحنا أسلم سجدنا.
كله ده كذب، ولا حصل غرانيق ولا حصل اي حاجة. واختلط حتى على الرواه هذه القضية، فبعضهم يقول لك ده هو سمعوا، والشيطان يمكن هو اللي سمعهم انه تلك هي الغرانيق العولة. لا، قصة الغرانيق قصة باطلة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة، ولا ده تأليف من المشركين خال على بعض الرواه. ولذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يصحح القصة، أي وهو بيصحح السجود وبيصحح دعوى المشركين بقصة الغرانيق، لكن مش بيصحح وقوع ذلك فعلا من النبي، بل في إنكار تام. حتى إن اللي خالت عليه القصة قال إيه؟ ده الشيطان أسمعهم كده. هو الشيطان بريء من الحتة دي، حتى الشيطان بريء من هذا، الشيطان ملوش دعوة. ده هم اخترعوا القصة دي لما شعت بقى، لما سجدوا يوصل الخبر للحبشة ومفيش تليفونات، انت واخد بالك؟ فهم بقوا في موقف صعب. فتصحيح ابن حجر تصحيح سليم، لأنه فعلا حصل سجود وفعلا حصلت إشاعة بالغرانيق، بس دي إشاعة منهم هم. والجانب جانب انه بعض الناس ينكر، يقول لك نصب المجانيق على قصة الغرانيق. ايه؟ قال لا، مش معقول النبي يقول كده. طبعا مش معقول النبي يقول كده، ولا معقول كمان ان الشيطان يشوش عليهم. ممكن صحيح، فاللي قال صحيح هو صح، واللي قال دي ما هيش البتاع دي باطلة برضو صح، لان الجزء بتاع ان الشيطان اسمعهم او هو ده اللي باطل وننكره، الجزء بتاع انهم سجدوا او هو ده اللي صح ونثبته. المهم ان الورطة اللي وقعوا فيها كانت ورطة كبيرة وطلعوا الحكاية دي. لكن قبل كده بقى قال لك يجري ورا العيال دي علشان ايه نعمله؟ العيال دول سادة الدنيا، سيدنا عثمان واللي معاه مهاجر الحبش سادة الدنيا. بعت وراهم مين؟ عمرو بن العاص والربيع. راحوا الاثنين للنجاشي فجابه، ما هو العدل، ما هو ما يسمعش من طرف واحد، لازم يسمع من الطرفين. وقام جعفر بن أبي طالب وكان في الاثناشر ودافع عن سيدنا النبي وعن القرآن وعن موقفنا من عيسى ومريم عليها السلام، سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا. اقتنع أصحابه اللي هو النجاشي وقال هذا والذي جاء به عيسى من مشكات واحدة، دي جاية من حتة واحدة، شم الحلاوة، شمها الحلاوة بتتذوق، هو شمها. قال لا لا لا، اطلع اجري يا جدع انت. ومروح مين؟ عمرو بن العاص واللي معاه ده، اسلموا هما الاتنين. بعد كده لما رجع الاتناشر رجعوا في حاجة بتاعت يعني 40-50 يوم، رجعوا تاني بالرغم انهم لاقوا هناك راحة ولاقوا كذا الى اخره، بس طبعا مفارقة الاوطان وخاصة من الاذية يعني بيبقى تعز على الواحد شوية، وعايزين يرجعوا برضو عشان سيدنا. ما انت الجوار بتاع سيدنا ده برضو ما تنساهوش. فالمهم الحاصل انهم رجعوا فوجدوا الحكاية زي ما هي، ولا اسلمت قريش ولا اي حاجة، قدر الله فيهم نافذ. فدخل كل واحد منهم بليل في جوار احدهم، كان عندهم نظام اسمه الجوار. الجوار معناه ان انت في حمايتي، ودام في حمايتي لو ما فيش حد يقرب لك. وبندخل نعلن يا جماعة ده في جوار فلان، وده في جوار علان، وده في جوار تركان. الاعتداء عليه يعد اعتداء على
المجير. بعد كده سيدنا خلى الجوار لأدنى المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. أدنى المسلمين مين؟ شوف أنت أدنى واحد في المجتمع، في الدخل، في العلم، في الصحة، في كذا إلى آخره. وأجار أحدهم، أجار أوباما مثلا، خلاص يبقى أوباما مجار ويدخل في أمانة الله. ليه؟ لأن حسنين أجار. حسنين ده مين؟ الزبال بتاعنا هنا. أجار أوباما؟ إيه أجار أوباما؟ بالله عليك لما هذا الزبال يجير أوباما مش يحس كده باحترام، ويحس يعني إن هو حاجة يعني، ويحس بحب الوطن، ويحس بإن إحنا كده يعني يعني ما أهنهوش يعني، إيه يحس كده. ولذلك الجوار ده يخلي الواحد محترم، ويخلي فيه وطنية وفيه انتماء وفيه حاجات حلوة كتير، حاجة بسيطة أوي. وهو يعني هيروح في أوباما فين ولا هيجيله أوباما منين؟ لكن القانون كده، القانون بيأثر في النفس، والقانون بيأثر في بناء الشخصية. ماشي بيقول يا أرضي يا أرض ما عليك أدي، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.